السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدير عمي الطيب؟ لاباس عليك؟ أهلا وسهلا بك الرجل الفاضل. كيدير مع الصحيحة؟ بخير الحمد لله مولاي. الله إلا توحشتك ودي عمي الطيب بزاف. أكرمك الله خويا وحافظك الله ورعاك الله. الحمد لله. وكان نبغين واحد الدعوة لهاد المغاربة اللي كيعيشوا في هاد الفترة هادي. كنتمنى ان الله تعالى يرفع لنا هاد الوضع عمي الطيب. وصراحة والله الا ما زادتنا الا حبا في الله. بينا كنتعلموا الدين ديالنا وبينا كنديروا شويه قيم الليل وكنجتهدوا والحمد لله استفدنا من الحجر الصحي الشيء الكثير. استفدنا منه لكن بعض الناس ربما كيبان لهم الحجر الصحي هو عباره عن قيود وعن ضغوطات وكاين اللي وقع له اضطراب نفسي وكاين اللي وقع له خوف. انت الحمد لله الرجل المؤمن كنستفدوا منك دائما. اعطينا واحد الصوره جميله هذا الحجر الصحي كيفاش ممكن نستفدوا منه عوض ان يكون صوره سلبيه يصبح طاقه ايجابيه. والله عمي طيب ماشي هذه محنه، هذه منحه من عند الله عز وجل باش نتقربوا منه ونحاولوا ما يمكن داكشي اللي ضيعناه اللي كنا كان غير في الزنقه غير كندوروا غير كنجريوا. الحمد لله ولينا غير في البيوت. الحمد لله شديت هذيك الموحله ديال عمي طيب مع دابا الدري عاود داكشي مابقاش اللي غادي يديه. ولي غير جالس انا والوليدات وكنجتهدوا وكنديروا شويه قيم الليل. والله ودي عمي طيب اللي كيخمم فيه الانسان وكيقول لك الجوع عمر شي حد ما غادي يموت في الجوع. وعمر شي حد ما غادي يموت بالجوع فعلا. الناس كي الحمد لله لاحظنا واحد الملاحظه عمي طيب هي كثروا اعمال الخير بزاف ولو الناس كيدقوا الجمعيات تحركوا الناس بداو كيدقوا على بعضياتهم وهذا كيعاون هذا وهذا كيساعد هذا. وتحيه كبيره لاعوان السلطه ديال الاقليم الرحامنه. انا ما خصني حتى شي حاجه، راه كنقول كلمه حق كنشهد بها. انا ما كنطمع حتى شي واحد شي حاجه غير الحمد لله المواد التعقيم اللي كيجي كزورنا في الحي ودوك الشيخ والمقدم كيجي وما بقاش داك الاقتراب عمي طيب. الناس كيجتمعوا ان الشيخ والمقدم كيجي يدقوا عليك في الباب ديال الدار ديالك كيحطوا لك الامانه ديالك كيمشيو. هذا فضل من الله عز وجل. هذه صوره جميله من السلطه المحليه في خدمه الشعب. والله الا صوره جميله الحمد لله كنفتخروا بها. والله الا اشهد بها امام الله. والله الا كنشهدوا بها امام الله الا كيجيو التجمعات ما كايناش والحمد لله الاسواق كلها سدت. هذاك اسبوع ما كيعمرش كل حي كيستافد من الناس ديالو. كل حي دابا تقريبا عمي طيب دوك الناس فرقوهم اللي كانوا في الاسواق. صباح دابا الخير موجود. ها هو دابا انا خير الله خرج دابا تقديت شي شويه الحوت موجود الحمد لله. الخضره بقى في الثمن ديالها. الاسعار ما تحركاتش. داكشي اللي كنا ناخذه في الايام العاديه كناخذه في زمن كورونا. غير الانسان يتحلى بالصبر ويتقرب من الله عز وجل ويحاول يبكي ويرفع واحد الدعوه وما ننساش في الذكرى ديال عمي طيب. بزاف ديال الناس كيقلدوني وكيقول لي سلم على عمي طيب بزاف منهم الحاج طيب. الحاج طيب الله يجازيه بخير حتى هو راه من رجل من اهل الخير وكيسعف هذاك وكيدق على الناس وكيسعف هذا الخير. ولا سي الحاج صالح حتى هو ولا بزاف ديال الناس كيسولوني اللي نسيتو اسمح لي غادي نرفع واحد الدعوه عمي طيب ان تكون مقبوله عند الله عز وجل. يا اللهم يا نسالك يا كريم ويا رحمن يا وهاب يا رزاق يا ودود ان ترفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب يا كريم يا ذا الجلال والاكرام. يا رب نحن عبادك المستضعفين ونطمع في رحمتك وفي جلالك وفي جودك وفي كرمك. يا الله يا الله يا من يجيب الدعوات سواه. يا رب نتقرب اليك سبحانك من اله جل وعلا وعذب اسمه في الافواه وحلا. سبحان من قام له القائمون وسام له الصائمون وذكره الذاكرون. سبحان من بكت بخشيته العيون. سبحان من قام له القائمون وصلى له المصلون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم احفظ سلطان المحبوب الملك محمد السادس. اللهم احفظه حفظا يا ربي يا كريم. الإنسان اللي كان أول ما فكر هو في الرأسمال البشري فكر فينا واستفدنا من الدعم ديالو وشنا داك التآزر بيناتنا. الحمد لله لقينا واحد الصدر حنون عندنا مليك الحمد لله نفتخروا به. عاد عرفنا قيمة المغرب ودي عمي الطيب وعاد عرفنا القيمة ديالو. احنا بلد نحسب عليه والله الا عاد عرفنا قيمة المغرب ودي عمي الطيب. وشكرا لك الحمد لله. وتحية ليك وللوليدات وراسي محمد الطيب الوليد الصغير ديالي راه كيسلم عليك.
بارك الله فيك مولاي، بارك الله فيك مولاي. الله يحفظك ودي عمي طيب، والله يجازيك بخير. شكرا لك عمي طيب. تنشكرك سي عبد الاله على كل هذه الكلمات الطيبة والكلمات المؤثرة، جزاك الله عنا ألف خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.